ورجعنا بعد البريك. جاست اوف ذا داي ممثل ذو قيمه رفيعه المستوى وصوت ذو خامه فريده من نوعه، اخلاق ذو احترام، وكمان اذا فينا نقول ضليع باللغه العربيه، كتار تعلموا منه وخاصه بالتمثيل، بينطروا دائما من مسلسل لمسلسل، وكمان باقي التفاصيل اللي هنحكيها معه. عم بحكي عن بلا أكيد تعريف بس بقدي فخامة الاسم جهاد الأطرش، أهلا وسهلا فيك. شرفتنا بنكست، أهلا وسهلا. شكرا ربا، شكرا سير، أنا ممنون كتير. تحية لكل العاملين بالأو تي في، تحية لكل المشاهدات والمشاهدين. شكرا لوجودك معنا. شكرا. اليوم أكيد الحالة قطعت بلبنان بشكل يمكن الكل مضايق وبشكل كتير كمان. اليوم كيف حال الممثلين وخاصة ما في كتير مسلسلات وقفوا تصويرات بمطرح معين، اليوم كيف نظرتك للحالة اللي عم بتصير؟ هو صحيح مثل ما قلت سيرج، الوضع يعني انعكس على جميع شرائح المجتمع، على الوظيفي، على العمل الحر، على كل يعني على كل إنسان لبناني اليوم عليه أنه يتحمل شوية صبر وشوية نضال وكفاح حتى تمر هالفترة العصيبة على الوطن. نحن كلنا بنعرف اللي عم بيصير هلأ، ومثل ما ذكرت وقلت برامج كتير توقفت، مسلسلات كتير، شركات، معامل، مؤسسات، يعني اللي كان حظه كبير عم بيقبض نصف معاش اليوم، الأجور تدنت بالنسبة للأسعار اللي صارت في الأسواق. ففعلا والفنان يعني من هالمجتمع نتمنى تتحسن الأمور بسرعة، نتمنى مثل ما بيتمنى كل لبناني اليوم وكل مغترب قلبه علينا ودمعته عم تحرق خده على ما يجري في لبنان وما صار إليه الإنسان في لبنان. أمين. فأتمنى فعلا أنه تكون مرحلة رغم صعوبتها رغم قساوتها أنها تمر بسرعة وتترك أقل الأضرار اللي ممكن يصاب فيها الإنسان في هذا الوطن العزيز. أمين. درست، تنحكي شوي عن بدايتك، درست هندسة طيران وانتقلت للتمثيل، خبرنا كيف صارت هيدي النقلة، يعني شو اللي صار؟ هو الطفل دايما بيتأثر بأشياء كتير، يعني الدهشة ممكن تكون كنت شوف هالطيارة وكنا نطير طيارات ورق ونحن أطفال، ففي دائما يعني الإنسان بطفولته بيحلم وبيشوف. الطيارة كانت تدهشني جدا، وكنا ننزل على المطار برفقة الأهل، وكل ما كان حدا بده يسافر في ذاك الوقت الضيعة كلها، البلدة كلها، العائلة كلها تنزل معه على المطار ويوقفوا على هيك البلكون اللي كان يطل على ساحة المطار ونشوف الطيارة ودموع وبكاء. بينما اليوم شوفي ما أسهلها صارت الإنسان، بيودع أهله في البيت بيسافر وبيرجع بشكل سريع. بس المردود المادي لتكون بالطيران أو وظيفتك ضمن الطيران بتطلع لك أكثر من ممثل، يعني إذا فينا نقول بالتمثيل. شوف الفنان اللي بينجح لا بيطلع منيح وبيعيش برخاء إلى حد ما، يعني فيها يعني تكون وظيفة لوحدة إذا فينا نقول. شوف أنا عم بحكي لك، نحن عشنا العصر الذهبي بالفن في لبنان. كانت فيه كان هناك إذاعات كل العالم العربي، نحن كنا نزوده ببرامج ومسلسلات من المملكة العربية السعودية للإمارات كلها، للكويت، المغرب العربي، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، كل هذه كانت. بس كانوا المسلسلات كمان بمطرح، عفوا عم قطعك، كانوا بمطرح معين كله فصحى اذا فينا نقول كله فصحى من الدارج. ما هو سبب الفصحى كان انه حتى تزود اعمالك للشعوب العربيه او للدول العربيه يجب ان تتكلم الفصحى حتى يفهموا عليك، لانه ما كانت في ذاك الوقت عم بحكيك من 50 سنة لم تكن اللهجه اللبنانيه منتشرة كما انتشرت اليوم. صحيح. هو نحن شو اللي قرب اللهجة المصرية منا؟ الأغاني والأفلام الكتيرة. طب اليوم اللهجة العامية انتشرت يعني اليوم بطبيعة الحال. اليوم المطرب اللبناني له فضل كبير، المطربات اللي عم بيروحوا على العالم العربي بيغنوا بيقيموا مهرجانات ناجحة جدا، عم تحضر ألوف العالم، ما في شك عم بيسمعوا هذه اللهجة، هذه يعني لهجتنا محببة جدا وصارت
مقربة إلى جميع. طب الدبلجة كنت تدبلج إذا فينا نقول اليوم صار أكثر يعني للسوريين الدبلجة عم تنتشر. شو تعليقك عن هذا الشيء؟ هو تعليق الحقيقي كمان هناك دبلجة في لبنان يمكن في مسلسل تركي. لا نحن بعدنا عندنا كذا استوديو صحيح الأعمال قلت شوي نسبة لما جرى في العالم العربي في الفترة الأخيرة من انكماش اقتصادي. إنما ما زالت أعمالنا توزع في العالم العربي من برامج الأطفال إلى برامج الكبار إلى الوثائقيات. صحيح أنا قلت يمكن خف العمل إنما كمان في اللغة الفصحى لأنه الطفل العربي اليوم في المغرب العربي أو في الإمارات أو في السعودية قد تصعب عليه اللهجة المحلية قد تكون اللغة العربية لأنه هو يتعلم اللغة الفصحى في 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 مدرسته قد تكون هذه أقرب. صحيح. والإنسان يستسيغ إذا كانت اللغة عم من يعني من يتعامل مع هذه اللغة إذا كان يتقنها فعلا فبتكون جميلة جدا وحلوة. بس فينا نقول هلأ بهذا الوضع بعدنا شوي عن لغة الأم بطل إلى قيمة اللغة العربية. هو صحيح بس ما تنسي عندك الأخبار اللي اليوم خذي لبنان ما شاء الله كذا محطة تلفزيونية من الأو تي في للأم تي في للأل بي سي للجديد بس صار في فقرة صغيرة بالأخبار كمان عم بيعملوا بيحاولوا ولا الدارج يعني لا بأس إذا كانت مستحبة أمام الناس والناس تقبلتها هذا لا يمنع ما هي لهجتنا كمان. صحيح. نحن نتكلم هذه اللهجة يعني جريندايزر بدنا نحكي عنه صوت جريندايزر حضرتك كنت تأديه كيف اختاروا بهيدي الشخصية اللي كبرنا معها يعني أنا كنت أدي جراندايزر وما فيك تتصوري جراندايزر في العالم العربي بعد أثره كبير وكل ماله هذا الأثر عم يتوارثوا الأطفال من أهلهم اليوم لأنه جراندايزر فعلا نحن عملناه في بداية الحرب الأهلية تنذكر ما تنعاد في لبنان أكيد. وقصة دوقفليد قصة قريبة جدا كانت في ذاك الوقت من الواقع الفلسطيني. هو شو صار؟ دمروا الأعداء وطنه قضوا على كل شيء وعنده آلة متطورة جدا اللي هي جراندايزر هذه الآلة شوف تشجيع العلم لأنه ما فيك تتطور بدون علم وهذه دعوة جيدة حتى الإنسان يحترم العلم وكلنا نتعلم ونعلم أولادنا وأجيالنا وكان حامل قيم حلوة كتير وطنية حب العدالة حب المساواة حب الأرض حب البيئة حب الوطن فكل هذه نحن اليوم كلنا نسعى إليها ونعلم أجيالنا فلذلك جراندايزر عايش بعضه بهذا الشكل. صحة ربا على سيرة الصحة حضرتك يعني تنذكر ما تنعاد أتعد بمشكلة صحية السنة الماضية شو صار بالتحديد وكتار أكيد حكيوا عن هالموضوع. هو في الماضي يعني من تقريبا 22-23 سنة تعرضت لذبحة قلبية جرحة قلبي يعني صارت فكانت قوية جدا وعبال ما وصلت للمستشفى يبدو أنه زادت علي كتير وأفقدتني الوعي لفترة من الفترات. هناك الحكيم بيقول أنه أنت مت للحظات بموتي شو بدي خبرك كنت أوصف أكثر يعني الشيء اللي شفته. أنا إنسان طاير في الفضاء الأضواء حولي لا توصف سعادة رهيبة الشكل هذه اللي بذكرها أنه أنا بتمر ببالي يمكن أكثر لحظة كنت سعيد فيها هذه اللحظات. فعدت بعودتي كنت فاقد ذكرتي أخذت معي شوية وقت قليل من الوقت حتى بلشت أتحسس الأمور لأنه بقيت 15 يوم ما حدا يقابلني ممنوع يقابلني غير الطبيب والممرض ومن الأهل من ممنوع كليا شخص واحد زارني فقط لأنه راح يطمن عني للفيلم اللي كنت أشتغل فيها صديقنا جورج أبو سلبي جاب لي فاتك حط هالبقية الورد وقال لي الحمد لله على سلامتك وحمل حلو فالتحية لأرواح اللي ماتوا لأنه تنذكر ما كان, كان, كان يعني في علاقة وطيدة جدا بيننا وبين نقول أبو سماح وزوجته سيدة ماري وجبران فبعتوا يتطمنوا كل هالممثلين عرفوا صعب يزوروني فبعتوا زميلنا جورج أنه يطمن عني وحامل باقي ورد. فأخذت معي وقت حتى صرت أتحسس الأمور أنا بسرعة هلق
بقولها بدون يعني خجل انه بنسى كثير، خصوصا الاسماء، الوجه ما بنسى، صعب انه انسى الوجه، بس الشيء كل شيء بيتعلق بالذاكره ولازم ينحفظ. بيت شعر ما عاد فيه يحفظ، بيت شعر انه بنقولوا لي قلنا شعر او تزعل أو ولا بتقول هذه سنه الحياه؟ بقول هي سنه الحياه طبعا، والحمد لله مثل ما بيقول لي الطبيب المنطق بعده عندك، لو فقدت المنطق، لو صابك شلل بلسانك اللي هذا صوتنا اللي عم نعيش منه. بتوصف حضرتك هيدي الفتره انه بتقول بالاعجيب، يعني صار معك اكثر من اعجوبه؟ يعني الحمد لله اذا كني رجعت للحياه عجوبه، واذا كني عمر جديد يعني فينا نقول اذا عدت نطقت وحكيت وهذا كله الحمد بدنا لله. بدنا نحكي عن صوتك كمان، وضعت صوتك بشعر علي المولى مع ادهم نابلسي، خبرنا عن هيدي التجربه. هو صحيح الحقيقه انا بوجه تحيه للاخ علي، كانت اتصلت الدكتوره سلوى الخليل الامين فيي وقالت لي في سيدي صديقتي وعندها ولد شاعر حابب يحط صوتك على أغنية أو على قطعة شعر منه. قلت له يبعث لي فحافظ. أنا رغم أني ما بحفظ، بس اللي أدهشني جملة حلوة كتير اللي بتقول كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها. شو الصورة رائعة جدا، أنه شوف هالخيال عنده، هالرؤية عنده، أنه هذه اللي بحبها صارت في كل مرة بيشوفها أو بيعرفها، فهذا خلاني اني اقول هذا الشعر. صحيح. وفرصه حلوه كانت فعلا. اكيد تزوجت مدني من 50 سنه. من 50 سنه كنت تزوجت، صح. تحيه لزوجتي القديمه، كان اسمها جهاد ايضا، جهاد شهاب. وتحيه لزوجتي الحاليه. نقيت اسمها جهاد بوقتها لانك كنت تحب حالك كثير. بس مش غلط حدا يحب شخصه. طيب كمان مثلت اذا فينا نقول باميليا رجل، او عفوا كاهن. صح. دور كاهن، وكمان مثلت دور القديس مار منصور. قد اليوم الادوار الدينيه يمكن بتساعد الممثل انه يطل مع الناس اللي بتتابع، او يمكن مع جمهور اللي بيتابعوا افلام او مسلسلات دينيه، ونفس الوقت يمكن بتضره بمطرح معين. شو تعليقك على الموضوع؟ في كل وقت بوجه شكر للمنتج الكبير صديقنا مروان حداد، اتصل فيه وقال مرسل لك نصوص وإلك دور فيها، اعرف شو الدور اللي اخترت لك اياه. يعني وصلت النصوص لايدي فعلا وبلشت اقراها. طبعا ما كان في غير ابو الياس اللي حسيته من عمري، هو ابوه للشاب اللي كان موجود، وحبيت الدور ما في شك، وبدات فعلا اعمل على كان النجم نيكولا معوض هو ابني، وكانت النجمه نادين الراسي هي الممثله. والقصة جميلة جدا، ابني رابي بأوروبا وانفتح على المجتمع الغربي وتأثر فيه، وبتجري القصة. إنما المهم أنا انتقلت إلى الكنائس، بلش روح على الكنائس حتى أشوف حياة أبونا الياس كيف لازم يعيش، كيف لازم يتصرف مع رعيته. حلو، اختبرت هذا الشيء قبل ما أصلا. بوجه الشكر لكنائسنا في الجبل، وخصوصا كنيسة بيت الدين اللي كنت رح أقرأ رسائل وتشوف العالم كيف احتضنتني، كيف حبتني، صارت تشوفني أبونا الياس فعلا، حتى نتأثر ونكون على 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 مقربة دقيقة من شخصية أبونا الياس. ونجحت أكيد. الحمد لله. خلينا ننتقل سواء أنا وروبا فرن لفكرت 10 على 10. فقرة 10 على 10 على كلمة عفايقة فقرة. في ناس بيقولوا فقرة وفي ناس بيقولوا فقرة. فقرة 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 الفقرة العمود، ولكن بالعامية فينا نقول فقرة. ايه طبعا طبعا هي دارجي وفي اشياء كثير معروفة، بس عندما نعود للغة يعني الصحيحة العمود فقرة. الفقري بنقولها الفقرة. حضرتك دربت كثير من المذيعات عنا كمان بالاو تي في. صحيح معلوم. مين كان كسول ومين كان شاطر؟ لا كلهم شاطرين. مش رح يقول كلهم شاطرين ما شاء الله. بنبلش سوا بالهاشتاج اليوم. اي هاشتاج بيعني لك كثير او يمكن بمسلك اذا اضطريت انك تختار بيناتهم؟ صابوني بالعين، استفزيتن، طفح الكيل، بعدوا عني. صابوني بالعين، استفزيتن، طفح الكيل، طفح الكيل. خليني طفح الكيل. ليش طفح الكيل؟
تفعل كاين لأمور كتير تجري في هذا الوطن. الإنسان اللبناني هذا الإنسان اللي مرت عليه ظروف صعبة، هذا الإنسان اللي كافح. هناك يعني فتيات وشباب وخصوصا اللي طلعوا من هالجامعات وفاجأونا بجرأتهم بشجاعتهم بثقافتهم بوعيهم برؤيتهم للوطن بشكل خاص للمستقبل بشكل خاص. هودي بيستاهلوا يعيشوا في وطن يليق فينا يليق فيهم. الإنسان اللبناني هذا الإنسان اللي عمره من عمر الأرز من عمر جبالنا من عمر هذه الصخور الصلبة السنديان الأرز أنه هيك يكون في آخر المطاف يكون بوطن يتدهور بهذا الشكل في مسؤولية على كل إنسان منا وبشكل خاص على المسؤولين في مسؤولية كبيرة. حلو. نكست. إذا بدك تقضي 24 ساعة مع أي شخصية جسكار أبي نادر أدهم نابلسي أو الإعلامية ديما صادق طبعا شوفي جسكار مثل دور ابني على صحيح. مدى ثلاثة أجزاء من البيت الأبيض وصار في هناك ارتباط أب وابن بالنسبة له. أنا معجب شخصيته بحب شخصيته كتير كان هذا شيء واضح بالمسلسل. كمان أنه ديما صادق بدي أعرج على هالموضوع أنه أنا كمان تعاملت أنا وياها في الأو تي في هون أول ما فتح الأو تي في أنا دربتها حتى تكون مذيعة وهي إنسان اليوم لامعة في 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 الإعلام وفي شخصيتها المميزة. بس كيف بدايتك كانت ثائرة كل يعني. الوقت يعني فورتها كاركتيره هيك. طيب اليوم مع مين بتقضي ال 24 ساعة إذا ثلاثتهم ناطرين أنه يقضوا معك ال 24 ساعة بين جسكار بين ديما وبين أدهم نابلسي؟ شوف أنا بقضي الوقت الطويل مع جسكار بس بستأذنه حتى أعمل زيارات لديما ولا أدهم. أوكي طيب أوكي تحية لجسكار أكيد. تحية حبيبي. ننتقل سوا اليوم إذا بدك تقدم هدية لثلاث شخصيات ما حفظ الألقاب أكيد يمكن هدية فخرية هدية رمزية يمكن ما بعرف بين وليد جنبلاط كارلوس غصن والياسر رحباني شوف شو بتعطي هدية؟ شوف ما في شك هو الإنسان إذا كان يعني طلع بفكرة هيك شوي تليق بهالشخصيات الثلاثة قد أطلب العذر منك ومن المشاهدات والمشاهدين الكرام أنه أولاً وليد جنبلاط شخصية مميزة أنا بقدم له هدية والياسر الرحباني هذا الفنان العملاق المبدع والصديق الله يشفيه يا رب كمان بقدم له هدية وهذاك الإنسان اللي حقق النجاح الكبير رغم كل الظروف الصعبة اللي مر فيها بيستاهل هدية من فنان لبناني يقدر ويحترم. حلو. حلو. نكست. اليوم لو ما كنت حضرتك جهاد الأطرش مين كنت بتختار تكون باسل خياط أو قصي الخولة أو تيم حسن؟ في شيء بيربطني جدا بتيم حسن هذه الشخصية المميزة كل أولا تحية للجميع من حيين كلهم شخصيات مميزة كلهم بس لأنه بيربطني شيء بتيم وتعاملت أنا وياه في مسلسل الهيبة فما في شك تايم حسن. نكست. نوصل للتشويسز مع الزميل إلي الزغبي. في عنا بوكال فيه عدة أسئلة بدنا نسحب بس سؤال واحد تنشوف شو هو السؤال منشوفه سوا. عندك حيوان مفضل؟ هل بتحب الحيوانات؟ شوف ما في شك الحيوانات كلها وخصوصا الأليفة الإنسان بيحبها وبيعجب فيها وبيربيها وبيعيش معها وإضافة إلى ذلك هناك حيوانات في البرية بتحبها وبتقدرها يعني صحيح. ما في حدا صحيح. إلا ما بيحترم الأسد. أي أكثر حيوان هيك بيلفتك بتقول إنه هيدا حيواني المفضل؟ شوف الأسد مهم جدا. استرجت أقرب منه. مهم جدا هيدي فصيلة من الحيوانات الإنسان يعني منظره وهيبته تترك عنده وهره صحيح. تترك أثر كبير ونحن بمعزل عن كاريزما ربينا ونحترم دائما أصحاب الهيبة كلهم إضافة للمسلسل جيت أقولها. نكست. حضرتك اليوم بدك تشكل وزارة لكل شخصية أو ممثل إذا فينا نقول بدك تعطيه وزارة اللي بدك إياها. نعم. منبلش سوا مع بديع أبو شقرة أي وزارة بتسلمه؟ بديع أبو شقرة بعطيه وزارة الثقافة. ثقافة. ثقافة. جوال داغر. جوال داغر. ما
بعطيها وزارة الشؤون الاجتماعية. اف ليه اخترت لها الشؤون الاجتماعية؟ حتى تعمل حسنات يعني. اوكي. باسم مغنية. باسم مغنية بعطيه وزارة التربية. وزارة التربية. كارمن لبوس. كارمن لبوس بعطيها وزارة الاقتصاد. وزارة الاقتصاد. يوسف الخال. يوسف الخال وزارة الدفاع. دليدة خليل. دليدة خليل. دليدة خليل الخارجية قطعت. الداخلية. او الداخلية. بعطيها الداخلية. الداخلية. اوكي. مين بيترأس الحكومة؟ اف منه؟ لا حضرتك بدك تسمي. سمي الممثل. انا بدي اسمي ممثل. رئيس الحكومة. رئيس الحكومة. اف في ناس كتير عنا يعني. نعمي بدوي. حلو حلو. نكست. اوكي. اي شخصية اليوم بتحب انك تمثل حياتها من بين اكيد جبران خليل جبران محافظ القاب، كميل شمعون، سعيد عقل؟ لكن الاختيار صعب. يا ريت بتسمح لي مثل الثلاثة اذا كنت استطيع. حلو. اذا كان عندي المقدرة ان امثل هذه الشخصيات العملاقة. اي واحدة بتحسها قريبة منك اكثر بالنسبة لثقافتهم؟ احنا عشنا على زمن كميل شمعون هذا الرئيس العظيم. صعيد عقل شربنا من بحره وشربنا من بحر جبران. أكيد. نكست. نوصل للتشالنج. التشالنج اليوم كتير هين، أو التحدي بيقول أنه رح نطلب منك بصوتك الحلو تسمعنا دعاية تبتكرها لبرنامجنا نكست. وأكيد نحن كل يوم من التنين لنهار الجمعة مباشرة على الهواء برنامج ثقافي اجتماعي فني، وأكيد بيستضيف من ألمع النجوم اللي بيطلوا بالعالم العربي. أوكي. على طريقتك والكاميرا لألك. مع ربا وسيرج كل يوم أحلى برنامج، أحلى طلي، أحلى ضيوف في وطننا الحلو لبنان. شاهدوا ربا وسيرج. Thank you. شكرا لك. مرسي كتير لألك. شكرا لكم. Next. اليوم مين بتختار لو ثلاثة ترشحوا لرئاسة نقابة الفنانين المحترفين اللي حضرتك سبق وكنت لنهار السبت رئيس؟ رح يكون في انتخابات. رح يكون في انتخابات تكميلية لست أعضاء. نتمنى للجميع التوفيق إن شاء الله. تدعي الكل ينزل ويصوت طبعا. زميلاتنا وزملائنا ما تخلوا عنا ولا يوم، وهذه النقابة نقابتهم، وأصبحت هذه النقابة مؤسسة بتبيض الوجه. زارنا مؤخرا معالي وزير الثقافة الدكتور محمد داود داود، وأطلعناه على الخطوات اللي عم نقوم فيها. حلو. وتحية لجميع أعضاء مجلس النقابة الحاليين واللي بدهم ينتخبوا. إنما بدي وجه تحية للبنان خليل أمين الصندوق اللي عم بيعمل المستحيل حتى تكون، لأنه النقابة أهم شيء فيها هي صندوق المال اللي فيها. صحيح. بقية الأمور سهلة وبسيطة جدا، إنما الأمانة الكبيرة على 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 هالملفات اللي عم بيعدها مع صديقنا حسين المدقق الحسابات اللي. حلو. هو عم يعملها، وصارت فعلا مؤسسة في كل معنى الكلمة. لو بدك تختار من بين جهاد الأندري، تقلى شمعون، رفيق علي أحمد، مين بتختار يكون رئيس للنقابة؟ أنا بختار ثلاثة فيهم البركة. وجهاد صديقنا وكان عضو في مجلس النقابة على مدى سنوات، وتقلى منشوف حالنا فيها هذه ملكة الشاشي، وكمان شيخ الشباب هونيك رفيق علي أحمد. رفيق علي أحمد اللي هو فعلا عماد من أعمدة المسرح في هذا الوطن. صحيح. الحقيقة إذا بدي أختار رجل بختار رفيق، وإذا بدي أختار سيدي وسبق نقابتنا هي أول من أعطت منصب السيدة سميرة برودة. السيدة سميرة برودة والسيدة شادية دوغان. أكيد. نختار تقلع. حلو. نكست. نكست. نختم بآخر صورة. أي فنانة بتشوف فيها ممثلة بارعة إذا دخلت مجال التمثيل؟ إليسا، نانسي عجرم، أو نجوى كرم؟ إليسا. نجوى كرم أو نانسي عجرم؟
أي واحدة هيك بالبقى لتمثل نشوفها أكثر بتشجعها يعني تخوض التمثيل بمعزل عن الغناء. أنا قلبي لطيف جدا قلبي رقيق جدا. فيك تكون هالدبلوماسي. أنا بدي أكون مع الثلاثة يعني. مش رح تختار. شوف من الصعب جدا حرام. أنا عن جد بتعرف في شيء بيقلمني أنا وقت اللي بيصير في منافسة بيصيروا اثنين واقفين أو ثلاثة على المسرح صدقني بشعر شعور غريب. بقول دائما مش لازم يكون في أول وثاني وثالث، لازم نعمل بالأول أول ثلاثة يكونوا هني أبدا. فهودي حلوين ثلاثتهم بفعل مسلسل. هودي كل تحياتي واحترامي لإلهم. يعني شرف كبير لنا وقيمة مضافة انك طليت معنا ببرنامجنا ببرنامج نيكست. للأسف خلص الوقت وشكرا لمباركتك للبرنامج كمان وانك بتتابعه. على امل نرجع نستضيفك كمان باوقات اخرى وكمان بنجاح لنجاح لك من مرة لمسلسل لمسلسل. روبا وسيرج شكرا لكم. شرفنا. كنتوا حوار لطيف جدا والأسئلة حلوة. وثانيا تحية لكل من يعمل في هذه المحطة الكريمة الأو تي في وإلى المشاهدات والمشاهدين في لبنان. شكرا. وبتمنى للبنان القيام السريع يا رب. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا فيك مرة ثانية. هذه كانت حلقتنا مشاهدينا. تابعونا بكرة نفس الموعد. نكست.